العالم في دقيقة. في تونس المحامون يشنون إضرابا شاملا شل المحاكم في ولاية تونس العاصمة الأربعة على خلفية اقتحام الشرطة مقر هيئة المحامين لإيقاف المحامية صنية الدهمي. في غزة وفي اليوم 20 بعد 200 للحرب حصيلة الضحايا تتجاوز 35,000 قتيل ونحو 79,000 جريح، فيما حذرت وزارة الصحة من انهيار المنظومة الصحية في القطاع خلال ساعة قليلة بسبب نقص كبير في الوقود. في أوكرانيا المعارك تحتدم شرق البلاد، فيما زادت القوة الروسية من ضغطها بعد إعلانها إلحاق عدة بلدات خلال الأيام الأخيرة في محيط خاركيف. أسفرت الفيضانات وتدفقات الحمم البركانية الباردة في جزيرة سومطرة غرب أندونيسيا عن مقتل 41 شخصا وفقدان 17 آخرين.